الحملة الجهوية لتحسيس الفلاحين المربيين وكذا النساء الريفيات بالانخراط على مستوى مركز أو في الزوج أقرأ المنخرط هنا معنا راح يستفاد من عديد الامتيازات المقدمة على غرار التكوين والتوجيه والإرشاد هنا بدار الفلاح. أيضا راح يستفاد من خدمات توجيهات أيضا سواء للبياطرة وخبراء الصناديق الجهوية الخمس التابعة للمركز. أيضا المنخرط راح يستفاد من حصة تقدر ب 2000 دينار جزائري في الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي التابع لمقر إقامته، ما يمكنه من المشاركة في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.